خلونا نستقبل بقى أول اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. هيا سهل زيك. الحمد لله تمام. أتعرف بيكي؟ ممكن ما أقولش اسمي. تحت أمرك. طب كم سنة؟ 22. 22 سنة. مرتبطة؟ ارتباط عاطفي ولا جواز؟ لا عاطفي. جميل. بقالك قد ايه مرتبطة؟ سنة. طيب تفضلي احكي لي تحت امرك. هو بس المشكلة ان هو متجوز. هو من وانا حاسة بالذنب جدا من ناحية مراته، وانا اتظلمت كتير قوي في حياتي، وما صدقت ان انا الاقي حد بيحبني قوي، وهو بيحبني جدا وانا بحبه قوي، بس دايما حاسة بالذنب ومش عارفة كمان. طب عايز اسالك سؤال، لما عرفتيه من البدايه كنت عارفه ان هو متجوز ولا اكتشفتي بعد كده ان هو متجوز؟ لا كنت عارفه. كنت عارفه من البدايه ان هو متجوز؟ عمري ما كنت اتصور ان انا وهو نحب بعض، او ان انا الاقي فعلا الحد اللي يحبني قوي كده. مين فيكم صرح للتاني الاول او بين له الاول؟ احنا الاثنين قلنا في نفس الفتره، وممكن بعد يومين احنا الاثنين قلنا في نفس الوقت. طيب بيشتكي لك طبعا من مراته ان هو مش سعيد في حياته الزوجيه وكده؟ بالعكس، ايام ما كنا صحاب كان الكلام كله كان كويس، وان هم اسعد اثنين وكل حاجه. المشكله ان هو عارف فتره الملل اللي بتيجي في مرحله الجواز، هي دي اللي خلته ان هو يعرفني. بس احساسي بالذنب عذبني قوي، زي ما قلت لك انا اتظلمت كتير قوي في حياتي، وخايفه اظلم حد، مش عارف اعمل ايه، اكمل ولا لا. طيب ما هو انت من نفسك ملاحظه ان هو كان سعيد في حياته الزوجيه وكل حاجه، ولما دخلتي حياته بدات الدنيا تتشقلب في بيته. لا لا، هي حاله الملل دي كانت موجوده من زمان، هو بعد الخلفه وبعد الولاد. بس كان يقدر يجدد، كان هيفكر يصلح، كان هيفكر ياخد خطوه جديده، كان هيعمل اي حاجه. كان بيعمل كده، بس هي اللي ما كانتش بتديله فرصه. طيب بصي يا بنت الناس، انت ترضي انك تكوني متجوزه انسان وبتحبيه والحياه لطيفه وبيتكم كويس وعندكم اولاد؟ ما هي دي بقى الحاجه اللي مضايقاني، ان انا عمري ما ارضى على نفسي كده، بس فكره ان انا ما صدقت ان انا لقيت حد. انا خطبت قبل كده 3 مرات ما لقيتش حياتي في الخطوبات، خطوبه عن حب وخطوبه جواز ونص. كنت مرتبطه قبل كده ارتباط برضه ما لقيتش نفسي ولا اي حاجه من دي. طيب هل معنى انك ما لقيتيش نفسك في اي حاجه من دي انك تاخدي جوز واحده تانية؟ لا. طيب هل متخيله ان الست دي لو عرفت وحياتها انتهت معاه والعلاقه الزوجيه باظت، الست دي هيبقى شعورها ايه ناحيتك؟ عارفه ومقدره كل ده، حتى انا قلت له انا مستعده ان انا اكون الركن اللي على الرف، بس يعني عمرك ما هتبقي الركن اللي على الرف. كل واحدة ست في الموقف بتاعك ده بتقول الكلمتين دول، أنا مستعد أكون الركن اللي عرف، وأول ما الأمور تستقر أنا عايزة حقي، أنا مش حاسة، أنا مش لاقياك، أنا مظلومة، أنا ظلمت نفسي، أنا متبهدلة، أنا زهقانة، أنا ملانة، أنا عايزة. ده اللي هيحصل عشان بيعرف، لأن إحنا مش ملايكة. لا والله بالعكس، ده لما بتحصل بينهم مشاكل كنت بعد أقول لهم خدها وخرجها. احنا مش ملايكة، احنا مش ملايكة، واي ست بتعرف واحد متجوز بتقعد تقول له خلي بالك منها، خرجها، فسحها، اهتم بيها، وديها الدكتور تعمل دايت، اعمل واعمل، كل ده بيتقال. بص عايز اقول لك حاجة، احنا مش هنخترع العجلة، اللي انت بتقوليه ده انا سمعته الاف المرات، واللي بيقوله الراجل في علاقة مع واحدة وهو متجوز سمعته الاف المرات، ونختلفت القصص شوية في بعض الأوقات وتعدلت في بعض الأوقات، في النهاية بتأدي النتيجة واحدة. وحدوتة أنا ممكن أبقى الزوجة التانية سمعتها مئات المرات، ومئات الزوجات التانية كلموني وكانوا عايشين زي كده، وفي النهاية الموضوع قلب وبقت حياتها جحيم، وحياته جحيم، وحياة مراته جحيم، وحياة ولاده جحيم. وسبب الجحيم ده كله شهوة راجل وجنان واحدة ست. بصي يا بنت الناس، ربنا سبحانه وتعالى مدينا عينين وودان وعقل ومناخير وحواس وكل شيء، نفكر ونحسب ونشم ونتنفس ونشوف
ونسمع ورسم قدامنا الطرق ومدينا عقل علشان نختار الطريق اللي نمشي فيه عشان هيحاسبنا بعد كده. انا اديتك طريق سكة السلامة وسكة الندامة وسكة اللي يروح ما يرجعش، وانت اخترت سكة الندامة او سكة اللي يروح ما يرجعش. في ايدك تروحي للسكة السليمة الممهدة النظيفة للزوج اللي تتجوزيه وتعيشي معاه حياة في النور قدام كل الناس، الراجل اللي تخلفي منه وتخرجي معاه وتسافري تتفسحي ويبقى أصحابك معاكي بجوازهم بعيالهم، حياة مستقرة. ما ينفعش يبقى قدامي طبق بامية نظيف لطيف أو طبق فاصوليا أو طبق ملوخية وجنبي حتة فرخة محمرة، أركنهم ومدي إيدي أكل من الزبالة. ما ينفعش حتى لو كان ريحة الزبالة حلوة.